فاض بها الكيل وأتت من كل منطقة وقرية، توافدت من الغيظة وحوف وشحن مرورا بحصوين وقش وصولا إلى المسيلة المديرية التي تشهد عودة الاعتصامات ضد التواجد العسكري السعودي في المهرة. نحن أمام أمر واقع، فالاعتصام اليوم هنا أمام هذا المعسكر اللي ترونه خلفي الآن، هذا للقوات السعودية المحتلة. الآن الشاطئ المهرة من الدمخ إلى حوف كلهم عسكرات بيعسكروه، وبالتالي المهرة ستحرم أولا الساحل كله، كما قد حرمت المطار وحرمت كثير من المناطق من جراء تواجد القوات السعودية المحتلة للمحافظة. حشود أبناء المهرة الغاضبة التي تجمعت مقابل معسكر سعودي مستحدث في المسيلة اعتبرت التواجد السعودي نقضا للعهود، ووصفت القوات السعودية بالمحتلة. ويؤكد وجهاء المهرة أنهم يدركون جيدا الأهداف الخفية لنشر 16 معسكرا سعوديا في أرضهم، وهي أهداف لا علاقة لها كما يقول المحتجون بالسعادة الشرعية أو حماية السيادة اليمنية من إيران. السعودية تفرض أمر واقع، ولهذا الشعب سيرفض، ولن يكون هناك بناء ميناء، ولن يمد نفط بيب نفط إلا بعد ما نموت، إلا عندما تكون الدولة اليمنية بمؤسساتها الرئاسية والتشريعية يعني والسيادة على الأراضي اليمنية، ممكن في هذا الحالة أن تكون هناك اتفاقات من هذا النوع، لأن هذه اتفاقات سيادية. كانت السعودية قد نشرت قواتها في المنافذ البرية والبحرية نهاية العام الماضي بحجة منع تهريب الأسلحة، لكنها وجهت في يونيو الماضي باعتصابات شعبية رافضة، ما جعلها توقع اتفاقا في يوليو المنصرم يقضي بخروجها التدريجي لمدة شهرين، لكنها سرعان ما كثفت من تواجدها العسكري وأرسلت قوات عسكرية إضافية، وكانت الحجة الجديدة محاربة الإرهاب. كل العالم يفهم أنه ما عندنا إرهاب. الإرهاب الآن دخل الإرهاب، الطائرات الهليكوبتر فوق المواطنين هي إرهاب، وجود الدبابات في الشوارع وفي المناطق هي إرهاب، هذه المعسكرات هي إرهاب، الجيش المدجج بالسلاح هو إرهاب، إرهاب أرهبوا المواطن، أرهبوا حتى الحيوانات لم تسلم من شرهم. تحركات السعودية تؤكد إصرارها عسكرة المحافظة، غير آبهة بتطور المزاج الشعبي الذي يرى في تواجدها احتلالا، ويرى مراقبون أن كرة الغضب لم تتدحرج بعد، فالمهريون لا يزالون متمسكين بالسلمية في إطار الشرعية، وجل مطلبهم احترام سيادة أرضهم، ولا يمانعون كما توضح شعاراتهم في أن يكون الحضور السعودي لصالح تنمية المهرة وإعمارها لا لاحتلالها.